بيوطي يجيب الكاب عادي. لا 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 خلاص خبطته خبطه الواد دخل. انت هو لما تشوف بحر يا عيني يا عيني. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ دي بنت ولا واد ده؟ ما بقتش عارفهم من بعض والله. ايه ده؟ لحظه بس نشوف ايه ده. برميل واقع قلب ترعى يا جدع. ثانيه واحده بس نشوف الكنيسه. ربنا يستر ربنا يستر. لابسه كوتش يا تهوي يا لهوي عليا. لحظه بس نشوف الكابتن بهلا الحمد لله وصل. ده هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه بالظبط؟ اه خطيبتها هي متغاظه منها واخده خطيبها في حوار في الموضوع. لكن انت يا ولد ما تتاخري في الحمام. ليه بقى؟ ليه؟ انزلي يا بت. انتوا كابلز مجنون جدا. انزلي يا بت يا بت اديك نزلت على دماغك. ما تسواش تعلم الموتوسيكل كده لوحديها يا جدعان يا جدعان. ده عامل غلبان يا حيوان يا حيوان يا حيوان. بتعملوا ايه؟ وبيشربوا اي بي. ايه ده؟ ايه ده؟ والله الواحد محتاج يجيبه في البيت ترامبولين. ايه يا اسطى خلاص انت وانت في المالديف يا اسطى انت واقف على حافه ايه؟ واقف على حافه الهبل. استنى هو واقف مستنيكي بتعملي كده ليه؟ تربى نسكويك على الصبح والله يا انت عايز خشبه يعني هتعدي ولا هتعدي ازاي؟ طب نطها ده اتبلع السيف وعمايله ربنا يستر كرباك في دماغه بس مش مهم ولا خد خلي حاسب يا حاج المايوه هيتبل حاسب يا حاج مش بتفاهم مش بتفاهم هي المفروض تعمل حركه دي حاله نفسيه مش بيعمل كده في نفسه ابدا انزل يلا انزل مش لازم يعني تقيني ايدي اقسم بالله بقلب يعني بقلب بص يعني انا دماغك يا ريت في السوبر ماركت بقى لازم اتنشن بقى يلا مضروب يلا امشي سترك يا رب سترك يا رب وهم راجعين هيلبسوا في بعض لا ده هو ايه ده ايه ده الناحيه الثانيه مش عارف اخوها يا جدعان عشان نظن ظن وحش يعني كده اخوها يعني اه اه دي رايحه تستمتع ولكن المتعه ذات نفسها مش عايزاها يعني اه بيلعب في الجليل مش مهم حتى لو وقع هيقع فين على وشه هتغرق امها ميه عارف لو انا عملتها في امي امي هتعلقني من الزلموكه في قلب الشهر هبقى فور جليل بيصطاد ولا بيلعب جولف ايه ده انت مصارع يالا ولا انتوا بتلعبوا كذا لعبه في قلب اه دي بترقص ترقص في الشارع هبدها في البتاع ده بيرقص على طول اه ارقص يا باشا كده وديني وديني بقى سبحان الله الحصان صامت انا مش عارف ازاي هو صامت بس هو بتلعب سله لا 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 ايه ده؟ يلا يا ضفدع يلا دي لعبه الضفدع انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ كنت زمان لما حد يفهمني غلط اقعد اورر الموقف والله العظيم اصل حصل دلوقتي بقى اللي بياخد فكره غلط بقول له خد التانيه هديه اصل والله الناقصين في عيون بعض شايفين ان هم اولاد اصول انما احنا عارفين هم اولاد ايه بس الدنيا مليانه ناس حلوه احنا اللي حظنا هباب بيحدف علينا بهايم الحمد لله.